جلسة، بما اني جالسة عند الميك اب قلت خلوني اسولف لكم، او نخلي هذه الفقرة دائما كذا احكي عن اشياء ما في ولا شيء اعلان ولا شيء، مع ان اعلاناتي كلها صراحة هذه هي اللي تشوفونها، بس عشان في بنات يرتاحون نفسيا لما نقول كذا، فنقول رأينا عن الشيء. شوفوا انا ليش ما احب اقول السلبيات، لانه ممكن يناسب غيري، فحرام، فهمتوا علي؟ يعني مثلا في بلشر، واحد من البلشرات اللي هنا، طيب هبة وكل أحد منهار عليه، أنا كل ما أحطه أقول كيف الناس عاجبهم، فهمتوا علي؟ فيعني مرة مأساة، يعني ما أحبه، مو حلو، فكيف الناس عاجبهم؟ فيعني خلاص أحتفظ برأيي لنفسي، لأن في ناس عاجبها، بس أنا أقول رأيي على المنتجات اللي أنا أحبها. علمينا وشو أحلى أرواج ممكن نستخدمها، أو الأرواج اللي تكون بهذا الشكل. أنا ما راح أركز على السعر ولا شيء، بس بجيب الطارية. للأمانة أفضل براندات سواء عالمية أو عادية، أو اللي هو كأرواج اللي زي كذا، هذه البراند اسمها سانيس فيس، هي الأفضل، وأصلا ماخذة هي جائزة إنها أفضل كواليتي للأرواج. هذه هي سانيس فيس اللي دائما أصورها، اللي هي صديقة أو تبع عائلة البلاشرات هذه. أوكي، هذه هي الأرواج، اللون الأحمر حقهم ما قد شفت زيها. شفتوا حق فنتي كيف واو وخرافي؟ حق فنتي هذا نفس المستوى، بس اللهم كريمي وكذا ينحط، عرفتوا؟ ونفس اللون. شوفوا مثلا هذا الأحمر، شوفوا كيف أحمر، عرفتوا؟ ومخمل تحسينه كذا قطعة واحدة، هذا من أجمل ألوان الأحمر اللي ممكن تشوفونها. هذا هو الدرجة، حلو. يلا نجي عند اللي بعده، عند الكونسيلر. ايش احلى اشياء احبها؟ مو احلى، لكن بسولف على اللي موجود حاليا. انا تو فيست ما اعرف ليش كنت ما احبه، تخيلوا كنت انهار مرة شين، وكيف تتحملونه؟ ما اعرف، طبعا تعسرت عليه، تخيلوا كم صار لي سنة تعسرت عليه، 3 سنوات 4 سنوات، يعني حتى مو ما احبه، تخيل ما اطل عليه، حشا كنا يعني بين موضوع شخصي صراحة. مرة كنت مو بحابته، لين ما أرسلوا لي سيفورا، جربي. لما جربتها صراحة أنا آسفة إني كنت ظالمتها، ومسحوها بوجهي كثر ما ذميتها إنه مو بحلو، مرة حلو فول كفر، بس اكتشفت إنه لا طريقة معينة في الدمج، ما ينفع فرشة. أنا هذه وجهة نظري، مرة أحلى بسفنجة، فرشة اسفنجة مرة أحلى، وله تكنيك معين، أماكن معينة، يعني لما أحط نقطة يفرق عن لما أحط نقطتين، تخيلوا لهالدرجة. بسولف لكم على هذا الشيء، وأحلى لما أدمج. أنا درجاتي يا طويلات العمر ناتشورال بيج، طيب، وساند، هذه هي درجاتي، ساند نقطتين، ناتشورال بيج نقطة، طريقتي فيه طيب وخيالي. أدمجه بسفنجة صراحة مرة يطلع حلو. وش صديقة في اللوس باودر؟ وش اللي حسيت يلبق عليه؟ حسيت يلبق عليه اللورا مارسي درجة هني، أو الشفافة اللي هي هذه الشفافة، وفي الصفرة اللي هي هني، مرة حسيت يلبق عليه أكثر من إن هدى بيوتي حلوة عليها. هدى بيوتي أنا مرة أحبها، الدرجة بوريكم إياها، هذه درجة هني طيب اللي على أصفر، وهذه الشفافة حسيت هذه حلوة معه وهذه حلوة معه. أنا أعشق هذه الدرجة، مو بعادي جمالها من هدى بيوتي. شوفوا هذه البنانة خيالية، مرة أحبها، بس ما أدري حسيت إنها مو مرة لايقة مع تو فيست، ما أدري، هذه وجهة نظري. طيب حسيتها أحلى حقت هدى بيوتي، هذه مع مع ميك اب فور ايفر، حزتها لايقه، حزتها حلوه مع اور جلاس، الاشياء اللي تكون خفيفه، عرفتوا؟ يعني هذا مره ثقيل، هذول وين مره اخاف، هذول يومي، عرفتوا ايش قصدي؟ ركزوا لي على هذه الدرجه، ودائما مخلصه من هدى بيوتي، تراها خرافيه خرافيه مره، مو بشوي، تخيلوا. طيب هذه ما فيها تغطيه، لورا مارسي ترى فيها تغطيه شوي، حتى الشفافة فيها شوي طبقة أثقل، هذه بزيادة خفيفة. وفي نقطة بعد بقولها بخصوص اللوس باودر، أنا من يوم طلعت على الدنيا، كنت تذكرون توتوريالاتي من قبل يهبون، حتى في الإسفنجة كنت أستخدم هذه في كل لوكاتي، حتى في اليوتيوب كنت دائما أحط اللوس باودر وأنصح فيها إنها تكون مع إسفنجة،
هذه هي، وكنت استخدم صراحة بس حقت لورا مارسي من قبل هبة المثلثة هذه، زمان 5 سنين يمكن. الحين الهبة هذه الاسفنجة، طيب صراحة مرة حلوة، وأنا لحد الحين أقول لكم إن اللوس باودر اللي تحت العين في الإسفنجة أفضل شيء. طيب هل وعد تفرق أنواع الإسفنجات؟ إن إحنا لما نستخدم الإسفنجة تفرق من براند للثانية صراحة، إيه، لأنه وشو شفتوا هذا الماتيريال حقتها القماش تفرق، في بعضها تصير خشنة صراحة مو بحلوة، فيعني خذوا اللي عليها مدح. هذا اتوقع من فوغ ولا شيئين ولا شيء زي كذا، وهذه من لورا مارسي، معناها هذا شوفوا اخشن بس خياليه خصوصا للمسام، الوجه بشكل عام تثبيته. نجي عند الفقره اللي ممكن تزعل شوي بنات مني، بس بنات سوري والله حلو عليكم ولا يليق لكم، بس انا بقول وجهه نظري. هذا حق ديور البلاشر، طيب هذا يعني هذا هو اللي قلت لكم انا انصدمت كيف الناس تحب درجته. حلوه تحلي كثير بنات ما شاء الله، شفتها عليهم تاخذ العقل، بس هل هو بالنسبه لي انا وعد ذوقي الافضل؟ تخيلوا انه لا، هذا الافضل، هذا لو احطه لاي بشره تاين بيضه تطلع عليها خرافيه، بوريكم اياها من داخل بالذات هذه الدرجه ترى. وهذا حق سانيس فيس، وهذا ديور طبعا غير الالوان تشوفونها، لكن في الطبيعه شوي اقرب شوي اقرب، يعني هنا مبين انا مكستها حق سانيس فيس مع شيء مشمشي، فهمتوا؟ بس خليني اوريكم على يدي هنا، معلش ارواج وحركات، هذا سانيس فيس وهذا ديور، اوكي هو مو مره نفسه بس ان نفس الدرجه، لكن على تحسينها كلاس اكثر مو فسفوري، عرفتوا يعني ينفع حتى للبشرتان، هذه درجة الوردي الباربي. هذا أجلس أتقبل يا بنات، بس حاطته كذا يعني نفسيا عشان يوم الأيام يمكن أحبه. شوفوا استنى، شفتوا أنا عندي هذا أحلى بمراحل، حتى أقوى ولونه أحلى، وترى هذا يصير بعدين لما تحطينه على طول يصير باودر ما يصير كريمي. خلنا أزيد دقيقة عشان تشوفون اللون أوضح، بس قشرتها بس عشان أوريكم لدرجة واضحة عادي. It's okay. شوفوا كذا في أبيض، ماني عارفة ماني عجزت يعني عجزت أصير صديقته، يمكن أصير صديقته بعدين ما أدري الله أعلم، بس أوريكم إن هذه أجمل عليها درجة اسمها، بحط لكم إياها. عند الأشياء الخفيفة الفونديشن، أوكي ركزوا معي، حق فنتي هذولي مرة ترى خفيفين وحلوين مرة، أو يصيرون مطفيين عرفتوا؟ يعني وهذا يصير شكل لعلبة تلمع يعطيك الدوي لوك، وهذا شوي تحسينه مطفي. اوكي للي تحب المطفي واللي تحب اللي وجهها شوي في لمعه، حلو خفيف. انت تبنينه يعني شلون تبنينه، انك تبغينه في الكفر ولا اللي هو تزيدين عليه على كيفك، حلو. طيب وش بعد عندي شيء خفيف ينفع كل يوم؟ شارلوت بعد حلو، هذا خفيف ويعني انت تبنينه بعد نفس الوقت. وفي بعد حق فنتي اللي يجيك زي كذا عصار مره احبه، وعادي يعني تستخدمينه انت تتحكمين فيه عرفتوا. حق شارلوت احس مو كل احد ينفع له، يعني شفت عليه اشياء كثير تعليقات، في بنات طالع معاهم مو بعادي جماله، وفي بنات طالع كانه مقشر، فانت خذي اللي يناسبك واللي ينفع لبشرتك. عند تقييمي لهذه الكونسيلرات بنات، هذه ضاربة عند الأجانب بتضرب عندنا، بس استنوا بتصير ترند. طبعا تيك توك صار يحكم علينا الترندات انه متى يهبون فيه، بس بيجي عليه الدور. هذا الكونسيلر خيالي 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 خيالي، يشبه مين؟ حسيت يشبه نارس، بس تغطيته أكثر وتحسين مرة نظر تحت العين بزيادة نظر، مو طبيعي بنات البراند. هذا أقيم الكونسيلر 10 من 10، سووا عليه سيرش واكتبوا تيك توك الاسم وشوفوا تعليقات البنات عليه وتجاربهم، خيالي هذا.
جميلة عنه زيادة أكيد بتسألون، بقول لكم ينفع يومي، ألوانه مرة كثيرة حلوة. تحسين لما تحطينه ما يشبه تو فيست أبدا، تو فيست تحسينه كأنه ثقيل وعلى مخمل، هذا صاير رطب رطب رطب، تحسين كأنه معبينه ترطيب مو بعادي، فهمتوا؟ ألوانه حلوة صراحة، جربت منهم الغوامق، طلبت كل الألوان كلها كلها عشان ألقى ألواني. صراحة عجبتني، مرة عجبتني، يعني تستحق التجربة هذه البراند. الحواجب هذه اللي دايما أنسأل عنها، ودايما البنات يطلبون واحدة سعرها كويس، لأن بما أنها يقولون تخلص بسرعة وما أمدار نشتريها على طول تخلص، صح كلامكم؟ لأني كنت أستخدمها زمان وفعلا كنت أعاني من نفس المشكلة. أفضل براندات أنا أحب حقت سانيس فيس، طيب ودرجاتها مرة حلوة، شوفوا هذا جديد، نشوف لين وين يوصل، كلهم نفسه ترى الطول بعد زيادة، بس أخاف ينكسر، خلنا سكرة بس، تعاذوني بليز لا ينكسر علي. طيب إيش الأفضل؟ بقول لكم الحين، بوريكم مو الأفضل لكن أنا بوريكم أكثر من براند، هذه مرة أحبها، ألوانها حلوة، ما أحسها بعد كم ساعة يصير كنا مقطع نهاية الحاجب، عرفتوا؟ شوفوا لاحظوا من قريب، ما تحسين فيها تكتلات، يعني مرة حلوة، وترسم شعرات بشكل حلو، شوفوا رقيقة، تحسينها دبوسية هذه. نجي عند حبيب الشعب اللي خلص، وأتوقع يعني هذا مو ترند، اللي بعده يعشقون البنات، صديق صديقي يعشقونه ما شاء الله، ما قد شفت أحد ما يستخدم الفلولس فلتر حق شارلوت، أصلا مبين اللون رايح معي، أوكي مرة حلو مرة حلو، لكن عندي له تعليقات مرة كثير. أول شيء ما يبقى مدة مرة كثيرة، لازم تحطي معاه فونديشن، أو إذا حطيتي الحالة تستخدمي معاه مثبت، وستيل أحس ما يبقى مدة كثيرة، يعني إذا طلعتك ساعات كثيرة حطي معاه شيء ثاني عشان يبكي على وجهك. حلو تخلطين معاه شيء ثاني ياخذ العقل قبل الفاونديشن. ألوانه مرة حلوة، بس دائما مخلص، أحب درجة 4.5، أحب درجة 5، أحب درجة 6، هذولي ألواني. طبعا أنا أشوف من أجمل الأشياء اللي تشبه فلتر حق شارلوت حق كريسا هذا، لكن في شيء أحلى، وش اللي عجبني؟ إنه كأنه كريم، نفس الفكرة، يبقى مرة يبقى، مرة يبقى، وما يحتاج تحطين معاه فونديشن، مع انه ما في تغطية، تغطيتها مرة خفيفة يعني كذا طبيعية، عرفتي؟ بس ما اعرف ليش احس مرة حلو الحالة، وتحطي معاه اللي تبغين، بس انا اشوف الحالة خيالي، ما يحتاج معاه ولا شيء. وطبعا فرق السعر، وفي ارقان، وفي واقي شمس، فصراحة انا بالنسبة لي لو تخيروني هذا ولا هذا، صراحة بختار هذا. نجي عند الترند حق جيفنشي، حلو ولا مو حلو، يستاهل ولا ما يستاهل؟ صراحة عجبني حلو، بس مو كل الدرجات حلوة، عجبتني أكثر درجة هذه، خلينا نقرأ رقمها اللي هي رقم 3، أحلى درجة جازت لي، ثباتة كويس يعني، يمكن 3 ساعات كذا، حلو عجبني، بس انه يعني مو مرة طويلة يثبت. اللي مرة عجبني بنات، مرة رير بيوتي، مو بعادي، هذه درجتي، صدق هذا جاز لي، يعني مبروك انه عجبني بعد سانيس فيس رير بيوتي.